Hello everybody, welcome back in a new grammar series. مثل ما خبرتكم بهذا السيريز رح نكون عم نركز على النفي بكل أنواعه. نحن بنعرف إنه لننفي أي جملة باللغة الإنجليزية في قواعد معينة لازم نمشي عليها، وهاي القواعد بتعتمد على نوع الجملة يلي عم ننفيها. لهالسبب هذا الدرس رح يكون مقسم لثلاث دروس. الدرس الأول رح يكون للمبتدئين، الدرس الثاني والثالث للأشخاص من المرحلة المتوسطة، وأكيد المبتدئين فيهم يستفيدوا منه. بدرس اليوم رح نركز على أسهل أنواع النفي، اللي هو أنه أنا بس بضيف أداة نفي للجملة، بس أكيد في قاعدة لازم اتبعها، ورح يكون عم ننفي هذا الأنواع من الجمل. فأول شيء خلينا نفهم شو بنعمل نحن لما بننفي، أو شو يعني نفي. لما أنا بنفي جملة بكون عم أعطي المعنى المعاكس لألا. فإذا قلت مثلا I am sick، أنا مريضة، إذا أنا بدي أعطي المعنى المعاكس اللي هو أنه أنا مني مريضة، فبقول I am not sick. It is white. It is not white. They were playing soccer. They were not playing soccer. هلا لاحظت انه انا ضفت not بس عم ضيفها باماكن مختلفه. كيف بنعرف وين هي هاي الاماكن وشو القاعده؟ هاد يلي رح نشوفه هلا. فاذا كيف بحول اي جمله للنفي؟ في عندي قاعده معينه بس احفظها وطبقها، ساعتها بكون عم حول للنفي بالطريقه الصح. فانا اي جمله بدي احولها للنفي لازم ابداها بالفاعل اللي هو subject، برجع بحط الهيلبينج فيرب اللي هو الفعل المساعد، بحط وراها أداة النفي not، برجع بحط الفعل الرئيسي للجملة المين فيرب، وإذا الجملة إلى مفعول به أو كمالة أو أي شيء فبيجي من بعد المين فيرب. طيب أول شيء خلينا نتعرف شو هي الهيلبينج فيربس باللغة الإنجليزية، شو هي الأفعال المساعدة. في عنا أربع أنواع للأفعال المساعدة. أول نوع هو verb be، اللي هو معناته أنه يكون. بالحاضر هو am أو is أو are، بيعتمد على الضمير، ونحن شرحنا بفيديو سابق عن كل شيء عن verb to be. مع أي ضمائر بنستعمل am is are، وبالماضي هو was were. تاني نوع هو verb to do، اللي عندي do و does و did، وفي عندي verb to have اللي هو له ثلاث أشكال كمان، has و have و had، وأخيرا عندي المودل verbs مثل mean، مثل can، could، should، must، will، would. هاي الأنواع من الهيلبينج فيربس لازم نحفظها لحتى بس تمرق معنا بالسنتنس نعرف إنه هذا هو هيلبينج فيرب. تمام، هاي تعرفنا على أنواع الهيلبينج فيربس باللغة الإنجليزية. خلينا هلأ نجي لنشوف كيف بعرف إذا هذه الجملة فيها هيلبينج فيرب or not. فإذا أعرف إذا جملة بتحتوي على هيلبينج فيرب ولا لا، في عندي قاعدة واحدة بمشي عليها. بتطلع على sentence، إذا فيها فعل واحد بس only one verb، فهذا الفعل مستحيل إنه يكون helping verb، وبعتبره بهالحالة main verb فعل رئيسي، يعني هذا اللي بيجي من بعد كلمة not. مثل I study English every day، أنا بدرس English كل نهار. هون عندي فعل واحد اللي هو أدرس study، معناته هو منه helping verb، هو main verb. ومثل ما شفنا بأنواع الهيلبينج فيربس كلمة study منا موجودة. أما إذا في الجملة بتحتوي على أكثر من فعل واحد، قد يكون فعلين أو حتى أكثر، فهون أول فعل بعتبره helping verb يلي بيجي قبل not، وتاني فعل بعتبره main verb يلي بيجي من بعد not. مثلا I am studying English right now. الام هو helping verb مثل ما شفنا بالسلايد اللي قبله، و studying هو الverb الثاني، معناتها الام هي helping والstudying هي المين verb. لنحولها للنفي حسب القاعدة، بس بدنا نحط not بيناتهم. فإذا تعالوا ناخد هدول المثالين ونشوف شو الفرق بيناتهم. أول مثال I study English every day، قلنا أنه هون في عندي فعل واحد، ونحن شفنا بالقاعدة لحط not لازم يجي قبل helping verb. فأنا لحول هيدا sentence للنيجاتيف لازم بالأول حط helping verb، ارجع وراها حط كلمة not. بس الhelping verb لازم يتوافق مع الفاعل، وهي إلى قواعد خاصة رح ندرسها بالدرس الجاي. بهذا الفيديو رح نركز بس على هذا sentence. So إذا أنتوا بتكون تشوفوا هاي sentence استنوني بالدرس الجاي. أما هذا sentence I am studying English right now، هون أنا في عندي فعلين، الأول هو الهيلبينج والثاني هو المين. لحوله للنفي أنا بس بحاجة أن يضيف كلمة not. أوكي؟ تعالوا ناخد هذا السنتنس لنشوف كيف بدنا نحوله للنفي. I am studying English، هاي ثالث مرة رح عيدها لأنه كتير مهمة. قلنا الام هي الهيلبينج فيرب،
و studying هي المين verb. فإذا حسب الشكل تبع النيجاتيف إنه نحن بيكون عندي الهيلبينج verb ترجع كلمة not ترجع المين verb. فلحول هاي الجملة للنفي بيصير عندي I am not studying. حطينا not بين الهيلبينج والمين. بتمنى تكونوا فهمتوا الفكرة. So بين الهيلبينج والمين verb بحط كلمة not. I am not studying English right now. فإذا لنلخص بس شو اللي درسنا، في عندي أربع خطوات لازم اتبعهم لحول هذه السنتنس للنفي. أول خطوة هي أني أحفظ أنواع الأفعال المساعدة باللغة الإنجليزية، لأنه إذا ما عرفت شو هي الأفعال المساعدة ما رح أعرفها بقلب الجملة. تاني شغلة لازم حدد عدد الأفعال بالجملة، فإذا بحدد إذا هي فيها فعل واحد فعلين أو أكتر. من بعد ما حدد عدد الأفعال لازم أفرزهم، يعني قول إذا هذا الفعل هو فعل مساعد أو فعل رئيسي، هل هو helping verb or main verb. ومن بعد ما حدد إذا هن helping or main بحط أداة النفي بين helping والmain، يعني بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي بتجي أداة النفي. وهلأ رح ننتقل لنعمل تمرين. إذا عرفتوا تحلوا هذا التمرين معي معناتها أنتوا فهمتوا الدرس. إذا لقيتوا أنه كتير عم تخربتوا فوقفوا الفيديو، احفظوا القواعد منيح إذا بدكم فيكم ترجعوا تعيدوا، وبعدين خلونا نكفي التمرين مع بعض. Sally is dancing ballet. هون بدي حول هاي السنتنس للنفي. عندي هون قلنا أول خطوة بدنا نحدد كم فعل في بالجملة. Is هو فعل مساعد، وإذا ما عرفتوا معناتها أنتم بعد ما حفظتوا الهيلبينج فيربس، فمن بعد ما تخلصوا هذا الفيديو بليز احفظوهم. ودانسينج هو تاني فعل، قلنا أنه أول فعل دايما بيكون الهيلبينج وتاني فعل بيكون المين، ولحتى أحول للنفي فبحط كلمة not بين الهيلبينج وبين المين، فبتصير السنتنس Sally is not dancing ballet. أوكي؟ نفس الشي رح نطبق هاي القاعدة مع باقي الجمل. John is playing with his friends. كمان عندي الـ is هي الـ helping، الـ playing هي الـ main verb، فبحط not بيناتهم وبتصير John is not playing with his friends. I have heard this song several times. أنا سامع هذه الغنية أكثر من مرة، عدة مرات. عندي have هو helping verb و heard هو main verb. طب بلكي نحنا ما عرفنا أنه have هو helping verb. بمجرد ما يكون عندي فعلين بالجملة قلنا have هو فعل و heard هو فعل، فأول فعل بيكون الهيلبينج وتاني فعل بيكون المين. تمام، هاي مباشرة نحن هيك بنعرفها وبنحط كلمة not بيناتهم، فبتصير I have not heard this song before. طيب رح تلاحظوا ليه أنا حولت كلمة several times ل before. نحن هون بدنا نقول إنه أنا ما سمعت هاي الغنية قبل، مش ما سمعتها عدة مرات، ما سمعتها أبدا، فما في يقول several times، هون بدي حط قبل. هلا هاي الامور مو شرط تهتموا فيها، هلا انتو تلقائيا رح تنتبهوا عليها من خلال المعنى يلي بدكم توصلوه للي عم يسمعكم. She has been to Italy three times. سو عنا has و been بحط not بيناتهم. She has not been to Italy before. نفس الشي several times three times بتتحول لكلمة before بالنفي. You should sleep eight hours a day. هون اذا بتلاحظوا عندي modal verb، بس بكل الأحوال أول فعل إلنا بنعتبره helping، تاني فعل main حتى لو ما عرفتوا إنه هيدا modal verb، فمنحط بيناتهم not وبيصير you should not sleep 8 hours a day. وأخيرا it will be easier to work from home. سو عندي will و be بحط not بيناتهم، it will not be easier to work from home. هذا كان تمريننا، بتمنى تكونوا حليتوا على القليلة نص هاي الجمل صح معي وفهمتوها مني، وإذا ما فهمتوها بنصحكم ترجعوا تحفظوا القواعد على مهلكم، وأنا أكيد من بعدها رح تقدروا تحولوا أي سنتنس من هالنوع للنفي. وكبراكتس لألكم أنا عطيتكم هاي الجملة، بدي إياكم تحولوها للنفي وتكتبوا لي جوابكم بالكومنتس. أوكي، فاتبعوا القاعدة وحولوا لي هاي السنتنس للنيجاتيف، أكيد أنا رح أصلح لكم أجوبتكم. شوفكم بالدرس الجاي يلي رح نحكي فيه عن تاني نوع من النفي، كيف نضيف helping verb plus not للجملة. بتمنى يكون نهاركم سعيد. هذا كان كل شي لليوم. باي باي.